هذا الماش ممتاز. عندكم شكوك في العلاقه بنجربوا معكم نعيطوا معكم. مرحبا الرسول عينو كنت كتبنوا حنا خويا نبيل. خويا نبيل مش حوايج القضيه. مرحبا خويا نبيل شكون عيطت المصلح حبيبي كلشي بخير فما لا سهل بس بخير مرحبا خويا راك طافي راك طافي راك طافي راك طافي راك طافي راك شو دير عجل مخبي بخير يا راه مخبي معاه طريق مومو بخير كلشي بخير غزال اخويا نبيل مرحبا حبيبي اخويا كتسمعني مزيان الله يحفظك اخويا مومو نهار كبير هذا اخويا باش سمعنا الصوت ديالك عرفتي راه شي حاجه زعما شي حاجه زوينه بزاف مصرفين اخويا نبيل وتتمنى ان شاء الله ما تعاودش شنو نقول لك اخويا حنايا باش كنديروا مش ممتاز كنبغيو لانه اللي نعيطوا عليه يعزل لي معيط على قبله وانا الامور دوز بخير وانا داك الشيء كيتحل هذا الشيء اللي بغينا اخويا انت تجرب في دواء هذه 9 شهور وانتم مصاحبين لا كنا ديجا دوزنا وطلقنا ودابا حنا 9 شهور هذه عاد رجعنا العلاقه ديالنا ان شاء الله باش غادي نرجعوا ان شاء الله ونرجعوا نديروا دار نتاع حنايا بحال جميع الناس وبعد خطرات تيكون فيبرو بعد تقول لك راه التليفون ديالي راه خاسر وبعد خطرات كيصوني بس راه ديما فيبرو وش نقولك اخي مومو وليت ما وقعتش كيما كانت يعني شحال هادي كنا دوزنا واحد العلاقه الصراحه ديال قبل ما ندوزو فاش كنا مخطوبين كنا دوزنا واحد العلاقه زعما ديال الحب وما كنا متفاهمين بزاف الحوايج دابا فاش بغينا نرجعو بغينا نصلحوا الاخطاء ديالنا وكلشي ونجددوا الامور ديالنا هي باغا ترجع ولكن بحال كاينه شي حاجه كنحس بحال كاينه شي حاجه ونطلب الله ما تكونش ان شاء الله. شنو اللي وقع باش قررتوا انكم ترجعوا العلاقه العاطفيه ديالكم باش ترجعوا مبادئكم؟ كاين دخلوا العائلات العائلات دخلوا العائلات هما اللي كانوا وكنت ديجا كنت ديما تنقول ما تقعدش تسمع الهضره حتى شي واحد وحتى انا كذلك احنا اللي غادي نقدوا الامور ديالنا لوالدينا ولعائلتنا راه صافي وصلوا انا ما نتخلاوش عليهم ما نزورو نزورهم وكل شيء ولكن العلاقه ديالنا حنايا ما خصهاش تصرفش علينا ولكن الامور وقعت اللي وقعات وشكون نعاودوا نحيوا ان شاء الله انت باغي ترجع معاها باغي انت باغي باغي انت ضروري اخي مو الله واخا خويا راه الجوج وليدات تبارك الله وهي واخا خويا الله يسهل الامور الله يدير لي فيها الخير امين 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 التليفون ما كتخليك تشوف التليفون القضيه ديال تشوف التليفون ماشي اوبليغاتوار ماشي اجباري التليفون ديما غابر وانت اللي كتسول فيها ديما هي ما كتسولش فيك غادي نعيطوا اخويا اختك لابد تهضر معاها في الاخر باش ما كان واخا وخسر معاها مزيان وتقول لها شي بغيتي تقول لها سواء عزاتك سواء ما عزاتش لانه راكم زوجين وطلقتوا ودابا عاوتاني تصاحبتوا باش ترجعوا مع بعضياتكم الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. اش اخبارك لاله؟ لاباس عليك؟ وعليكم السلام. لاباس الحمد لله. الله يبارك فيك. الحمد لله. لالا نقدو لك راسي. مرحبا. معك فاتي من شركه ورود المغرب. حنا واحد الشركه كنبيعوا الورد ومره كنديروا قرعه صغيره. ومبروك عليك لالا هاد المره اللي تعجلت نيميرو التليفون ديالك وربحتي معنا مشموم ديال الورد. تقدري تهدي للخطيب ديالك الزوج ديالك ولا الا كنشوف شي علاقه اونصوم. عطيني السميه ديالو المدينه رقم التليفون وانا كنتكلف لك بالباقي وما كتخلصي حتى شي حاجه كلشي على حسابنا. شكون اول واحد جا في بالك؟ مرحبا. هو عارف هادشي؟ هو ما عارف حتى شي حاجه. انت غادي ديري عليه مفاجاه. حيت انت اللي ربحتي وانت عندك الحق تصيفطيها لشي حد اللي انت معاه سواء مزوجين سواء مخطوبين سواء في علاقه. عطيني السميه ديالو المدينه رقم التليفون وانا كنتكلف لك بالباقي. واخا مرحبا. شنو سميتو؟ سميتو نبيل. نبيل شنو كيجيك نبيل؟ هو خدام موظف. لا شنو كيجيك؟ زوجين مخطوبين؟ تجيني راجلي. راجلك داكوغ. شنو بغيتي تكتبي لي مع هاد المشكون؟ نعم. شنو بغيتي تكتبي لي؟ شي حاجة رومانسية من عندك؟ نكتب لي بأن الله يخليها ليا وصنبغي ولا يخليها لوليداتنا. داكوغ الله يخليكم بعضياتكم. الله يكمل بالخير. الله يكمل بالخير. اش اخبارك في دواء؟ كلشي بخير؟ معاك مومو. لا بس الحمد لله. مرحبا السلام عليكم. وعليكم السلام. لا نبيل دارك مشوم داس. شكرا. دارك المشوم داس. نبيل هضر معايا في دواء. هضر معاها. وي خي مومو هاني في دواء بخير صافا.
صباح الخير. الو انا تسمع كيف تسمع كيف تسمعنا غير الصوت ديال امير مرزقك تماك في العب. الو الله يخليك ليا. امير كيفاش بخير؟ امين الله يخليك ليا. وكما قلت لك ان شاء الله نحيو هذه العلاقه ان شاء الله على قبل وليداتنا وعلى قبل الحب ديالنا ان شاء الله. ان شاء الله على قولكم تنتوما على قولكم تنتوما على قول بعضياتكم باغيين تجربوا مع بعضياتكم. الله يكمل الخير. شي زوين هادشي والله يكمل لكم الخير. محمد فدوى نبيل بلاتي بلاتي خليني نشرح خويا خليني نشرح. نبيل فدوى دابا نبيل تبرزت حيت ما كتجاوبش بزاف التليفون ما كتعيطيش بزاف ما كتفهمتي زعما ماشي بحال العلاقه ديالكم قبل المره الاولى تزوجتوا واخا صافي ولكن هو خاصه على الدور وصنع الوليدات وصافي. هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين. حاجه اخرى عاوتاني اخويا نبيل نشرحها لك. انا في بلاصه فدوى دابا وفدوى تقول لي واش متفقه متفقاش. انا اخويا نبيل دابا شوف فدوى عاوتاني دابا حيت كاين الرجوع كاين شويه ديال الدفع الكبير. شويه ديال الدفع الكبير شويه فهمتي داك باش وكاين فهمتي كاين فلوسفه كاين فلوسفه كاين فلوسفه الرجوع كاين فهمتي وكاين فغا ترجع داك الشيء غادي ينطلق عاوتاني صافي. الله يكمل لكم بالخير الله يكمل بالخير. مرحبا مرحبا اسمع الدراري اسمع الجميع الله يكمل بالخير على الجميع. دير معنا الماتش ممتاز ممكن 05 30 330 330 05 30 330 330. الماتش ممتاز. اذا عندكم شكوك في العلاقه ديالكم نعيطوا باش تاكدوا باش ترتاحوا. ياك حسن هذاك الشيء اللي كان حي مومو تحياتي. كدوس مومو بخير. كدوس كدوسي هذا الصيف انت؟ الحمد لله دوسي كامل. وحسن اخويا كلشي قال لك حسن اخويا مومو دابا الديموندات هذو حسن. لا داكشي قلت لك كيفاش دوسي الصيف في الصيف كانت محيها. وحسن صافا مرحبا الغزال خويا بغيت فاطمه زرا كتعيط لك حتى هي. وحسن ديك الفطره صافي كنت كتعيط ليا بحال هاد الجمعه واخا بغيتي تجرب فاطمه زرا. حسن مرحبا اخويا كلشي ان شاء الله نعيطوا له فاطمه زرا يكون خير. هي خطيبتك؟ تمام. علاش بغيتي تجربها؟ قول شي حاجه كثر ما خطيبتي ان شاء الله راه شورجي غادي ان شاء الله ان شاء الله مارياج. الله يكون بخير حبيبي الله يكون بخير كل خير ان شاء الله كل شيء بخير وخير اخويا. علاش بغيتي تجربها؟ اخي مؤخرا جبت لك عليها مؤخرا ولات هذاك الشيء ديال التليفون مثلا كنصوني كنلقى مثلا مشغوله بعد المرات مثلا كتجاوبنيش بعد المرات مثلا بحال كتقول ولات كدير مثلا من الحبه قبه فهمتي مثلا كنتناقشوا على شي موضوع مثلا طيب خليك كتكبروا وشي ما كانش حال هادي. وبالنسبه للقضيه ديال التواصل خليهم نقصوا واحد شويه مقارنه زعما بشحال هادي. ما انت كاين في سلاوية كاين في فاس ماشي نفس المدينه. كاينه في فاس ولكن الخدمه ديالي بلاصه اخرى. انت خدام بلاصه اخرى وكتشوفها كل شحال؟ تقريبا كل ربع شهور كل ربع شهور تقريبا. واو كل ربع شهور كتلاقاو؟ اي دابا زعما الوسيله ديال التواصل اللي بيناتنا هي التليفون. واخا سيدي وانت خدمتها من دارهم مشيتي لدارهم الفاس خدمتها تما؟ دابا تقريبا راه عام باش خدمتها دازا الغولاسيون ديالنا زعما من اول نهار بديت دابا تقريبا راه ثلاث ربع سنين. انت اللي مبرزتك ودير لك الشك حسن وانه هي كتبقى سهرانه ياك؟ كتبقى سهرانه في الواتساب مكونيكتي سهرانه واغلبيه الوقت انت اللي كتعيط لها هي ما كتعيطش لك. لا ماشي كيستيون ديال زعما اغلبيه الوقت نعيط لها هي ما كتعيطش لي. بعض المرات انا كنعيط لها كنلقى اونلاين ولا مثلا كتسرب شي ميساج مثلا في الواتساب كنلقى ديجا مسؤوله اونلاين كنقول لها زعما شكون زعما انا كنت كتعطي لك كتقول لي ماشي انا غير الوالده ديالي ديجا مثلا خصو لها التليفون وزعما كنتهضر مع خالتي. وانت ما كتيقاش انت ما كتيقاش انت ضروري. مرحبا. الو السلام عليكم اش اخبارك لاباس عليك؟ وعليكم السلام. الحمد لله. الحمد لله. لا نقدم لك راسي. معك فاطمه من شركه ورود المغرب. حنا واحد الشركه كنبيعوا الورد او مره كنديروا قرعه صغيره او مبروك عليك. هذه المره تهزت نيميرو التليفون ديالك وربحتي معنا مشبوه الورد. لما تبغي تهديه الا كنتي مزوجه تستاهلي كل خير ولكن هذه راه ديال رومانسيه اللي كنتي مزوجه. انا عارفه هذا البرنامج ديال مومو راني عارفه وكنت نتبع وكنتفرج. سلام شوالك فاطمة الزهراء بخير كي داير لاباس عليك؟ الحمد لله الحمد لله. شكون اللي معيط؟ شكون اللي معيط باش يجربك؟ شكون اللي معيط باش يجربني؟ والله ما شكون معيط لي يجربني. شكون؟
يا قلتي دير راسي ياك قال دير راسي قلتي دير راسي قلتي انت دير راسك ما تراسيش انا مخطوبه انت مخوخ باش كل ما يقول باش يضربك انا لا مخطوبه كيفاش اللي خاطبني راه هو اللي معايا باش يضربني شكون هو سميتو شكون هو سميتو انا مكنتش نعطي الاسم حيت راه اللي خاطبني راه كيخطب شحال يخطبوني ثلاثه واحد اللي خاطبني راه عارف والله الا انا ما عرفتش انا ما عايش معاك انايا شكون اللي معايا تلاقيك باش يجربك شكون هو اللي خاطبني راه دابا هذاك اللي معايا صافي خاطبني وراه عارف راه شكون اللي معايا هو اللي خاطبني اللي خاطبني راه سرقت قطعت اه اللي خاطبني واخا تعاود تصوني لها معلوم نعاود نصوني لها معلوم نعاود نعيطو حسن اخويا حسن شوف اخويا بزاف بقيتي في السسبانس دابا بقينا في اللي خاطبني كثر ملي كنت كان دابا المهم اللي مشيت شي مثل صوتي هادشي اللي كاين دابا ندخل في الموسم الرابع دابا والمشروع تيست واحد كيديرو باش يرتاح نتايا بقيتي اللي خاطبني حيت اللي خاطبني زعما شو راه اللي خاطبني كاين بحال قلتي غنعيط لشي واحد نقول ليه المشروع تيست وغايقول لك اللي مصاحب معاه شكون اللي معاه تلقى لك باش اللي انا معاه دابا اللي انا مصاحب معاه دابا نسقسو الناس نتشاورو مع الناس بان لكم في هذا المشروع تيست على حسب شنو حسن عاود اش رأي ديكم شو ماش بليكم 035-330-330 شبه تقول حسن عايتو 035-330-330 ونتكلم معكم دابا شوية لإداعات إتخادو الكمالة الكمالة دابا شو متاس راكم سمعتو حسن وفاطم الزهراء فاطم الزهراء عيطنا لها قالت لنا المشو متاس عرفات المشو متاس عرفتني قلت لها شكون اللي معايا تلقلك باش يجاوبك قالت لي وقع فاش شوية كيعرف البرنامج كنقول ليه شكون اللي معايا تلقلك باش يجربك باش عرفوش عرف شكون قلت لك خطيبي وبخات خطيبي اللي خاطبني من بعد ما جاوباتش اللي خاطبها شكون ما عرفناش حسن عاد زاد الشك ديالو مسكين فهاد مشو متاس خص كيهدد الشك دابا عاد كمل عليه اسمع اش اخبارك صباح الخير مومو صباح النور كلشي بخير في ملان صحه لاباس الله يبارك فيك بارك الله فيك شكرا جزيلا بارك الله عليك كتونس مع سي مومو الله يكبر بيك بارك الله فيك على راسي لاله مرضي شفنا معكم اسمع انت شو مالك في المشروع تيست شو التحليل ديالك انت صراحه الجواب راه كيعبر على ذاته راه باين السيده كتفقد ما عطاش جواب دونك راه عندها بزاف حياتها سينو كون كان عندها واحد راه غتقول سميتو بلا ما غتردد بلا ما غتفكر بو موا انا هادشي اللي كيبان ليا في الجواب ديالها الصراحه اوكي بمعنى سيدة مخ الويضة ما صالحاش عندها بزاف حياتها وكان بالنسبة لي زعما كنطح سي حسن أنه ما يحاولش يتواصل معها أو اللي يستفسر علاش دارت هكا ولا حتى بيان سور غادي تحاول أنها تلقى أعذار لراسها وغادي تحاول بالنسبة لي حسن صافي قطع هاد لا غولاسيون هادي وكمل أخويا في فريقك والله يسهل عليك ولاد الناس راه كاينين خصوصا اسماء خصوصا فاش حكرت عليها فاش اكدت عليها تعصبات وقطعات تماما سي مومو تاكدت عليها وهي تقطع صافي هربات اوكي كان عندها بزاف راه باينه واخا لا خطيبي راه هي راه الجمع كاين الجمع ماشي مفرد الجمع الله يحفظك اسماء شكرا لك جديده شكرا بزاف لاله شكرا لك شكرا لك مرحبا عماد اخبارك خويا مومو كي داير بخير غزال كلشي بخير فما لا صح لاباس بخير شكرا خويا مومو الله يلا بخير الحمد لله مرحبا خويا عماد شكرا لك تمارا انت اش بالك في مشروع تيست حسن وفاطم الزهراء اخويا انا تنقول لخويا حسن من الاحسن بعد لان السيده هذه انا شكيت لها واحد عندها واحد خمسه ولا سته ولا يحصلنا راه في البحر تتسنى الحوت هذا تطلع غدير لها اخي مومو خويا من الاحسن اخويا كتسنى شكون غيوصل الاول الفاس كل غيوصل الاول مشى وقال لك عاوتاني واحد الماشي قال لك لي ضرقك بحيط ضرقك بحيط ضرقو بحيط الو ضرقك بحيط ضرقو بحيط ياك الله يرحم لك الوالدين اخويا مومو هذا هو الماشي من الاحسن بعد اخويا السيد راه لايحه الشبكة في البحر وراه تتسنى الحوش هذا غتطلع ولكن مشكلة اخويا اللهم اجبعد الله يحفظك اخويا عماد الله يحفظك اخويا الله يحفظك الغزال اخويا مرحبا اللي بغيتو تديرو معنا مشروع تيست عيطوا تقيدوا 035-330-330 035-330-330 وهادشي اللي قال حسن انه زعما راه تلف داخل نورمال
بلاكس هذا دابا صافي كلشي باين بلاكس جيب بلاكس وجيتي تشوف التفاصيل تحقق مزيان صافي داك الشيء هذاك خليكم معنا على اذاعه ايتراج. هذا الماش موم تيست نعيطو نجربو. تيزام تيزام كي دايره؟ صافي ماما. صباح النور كلشي بخير في ملا كنلقيتي بيان بخير كلشي بخير انت بخير الحمد لله اللهم لك الحمد كانت دي ولا خطاك ودي جربي زوير وي بيان سور بغيت نجرب زوير. شحال انت مع زوير؟ عشر شهور هادي دابا قبل من عام. اه مالا العام الاول هذا العام الاول والشكوك بداو العام الاول والشكوك بداو يا ضروري الشكوك بداو لقينا بزاف الحوايج خلاو داك الشكوك يزيدوا يتعشوا لنا في الراس. اه وين شقيتي؟ ديجا كنت لقيتو كيهضر معاك كيتعرف مع شي بنات في واتساب كنت دايره له ابليكاسيون كندزلت عليه في واتساب وكيتعرف مع الحكم الخدمه ديالو كيسافر هو بزاف. اه وكنت درت واحد الابليكاسيون كنت كنقرا كلشي وكنشوف كلشي كاع اللي كيدير كلشي كنشوفو. يعني درتي لي ابليكاسيون ديال البيراطاج في التليفون ديال واتساب؟ يعاقب عليه القانون ياك. درتي ابليكاسيون اللي اي حاجه اي حاجه كتوصلو هو كتوصلك انت متبع معاه كلشي كتوصلني حتى انايا. اه شنو لقيتي شنو شفتي؟ كيهضر مع بنات كيتعرف على بنات في اي مدينه كان كيمشي ليها كان كيهضر مع البنات فيها. مزيان بحال قلت له شنو لقيت واشنو لقيت واشنو قالوا لي واشنو قالوا لي وفي السياق الكذب حلف هو ما يولي يدير حتى شي حاجه. آه. وفي الصيف غير ما ولا دار حتى شي حاجه ولكن ثلاث شهور هذه التاليه شفتو تبدل عاوتاني ومع الحكم حيد لي هو داك الابليكاسيون عاقب بيا وحيدها. صافي ثلاث شهور هذه التاليه ملي حيدها ليا عاوتاني السيد ولا تبدل. حيت دابا شي الا درتي لوجيسيال بيراطاج لشي واحد في التليفون ما تقدرش تقول لي انك درتي لوجيسيال بيراطاج كتهضري على داكشي اللي عرفتي ولكن ما كتقولش راك درتي لي بيراطاج بيراط في التليفون. وي هذا لابليكاسيون واتساب ديال ولات واتساب ولات هي كدير مشاكل ولات كتقول تصب الجميع لكلشي كاع العلاقات كلهم. شوف كلشي كيعرفها راه ما كاينش اللي ما كيعرفهاش. معلوم انا عارف كلشي قليل قليل هو ما كانش كيعرفها ما عندوش ما تخلطيش في داك التليفون داك الشيء راه غير شي واحد اللي قلب له التليفون ولقاه عليه ما هو راه ما كانش دايما جاي حتى حاجه. دابا ابتسام زوير كنهضر معك على الزواج وما بقاش يهضر معك على الزواج؟ كان كيهضر معايا وكنا دايرين شهر 8 ان شاء الله كانت غادي تكون عندنا خطبه. وقت اللي جا شهر 8 ما فتحش ما ولاش فتح معايا السجل ديال الهضره صافي حتى انا ما وليتش فتحتها معاه خليته على خاطر. واخا كتهضري معاه كل نهار في التليفون؟ اها كتشوفوا كتلاقوا كل شحال؟ دابا ولينا كنشوفوا مره في 15 يوم كنا كنشوفوا كل سيمانه كنا كنهضروا في التليفون كل نهار دابا يومين ثلاثه ما عاد نهضروا في التليفون ولينا كنشوفوا مره في 15 يوم. اوكي واخا لا نعيطو نجربو. انتوما راكم في نفس المدينة ابهر؟ اه كتلاقاو كل 15 يوم؟ اه وي. واخا واخا ابتسام نعيطو زوير خاصك لابد تهضري معاه في الاخر باش ما كان متافقين؟ واخا نجربو ونشوفو شنو كاين. السلام عليكم. الو السلام عليكم اشخبارك لاباس عليك؟ الله يحفظك اختي الله يستر. الحمد لله عزيزي نقدم لك راسي. مرحبا معك فاتي من شركه ورد المغرب حنا واحد الشركه كنبيعوا الورد ومره كنديروا قرى صغيره ومبروك عليك هاد المره تعجبتني من غو التليفون ديالك وربحتي معنا مشموم في الورد لما تبغي تهديه الا كنتي مزوج خاطب في شي علاقه مع شي وحده هاد المشموم حتى لعندها ما كتخلصتي شي حاجه كلشي على حسابنا كتعطيني السميه ديالها المدينه رقم التليفون وانا كنصيفطو ليها حتى لعندها. شكون اول وحده جات في بالك؟ الله يحفظك عاودي لي اختي الله يحفظك. عطيني السميه ديال السيده اللي بغيتي تصيفط لها المشموم ديال الورد والمدينه ديالها ورقم التليفون وحنا كنتكلفوا بالباقي. شنو تصيفطوا ليا؟ نصيفطوا لها مشموم ديال الورد من عندك من طرفك نتايا وما كتخلصتي شي حاجه. مشموم ديال الورد صافي. ايوا مشموم ديال الورد مع واحد الكارت فيها شي حاجه رومانسيه من عندك. الله يحفظك. بداها بالورد وكملها عاوتاني في شي كادو واحد اخر المره الجايه عاوتاني تربح شي حاجه ما احسن. الله يحفظك. دابا الشركه ديالك ديال اورانج؟ لا لا ماشي شركه ديال اورانج هنا شركه ديال الورد. ولكن كيفاش زعما ما فهمتش فهمي لي الله يحفظك. انا نعاود نفهمك اسيدي بشويه حنا شركه ديال الورد مره كنديروا قرها باش كنعرفوا اكثر بالمنتوج ديالنا شنو كنديروا ودير الشركه ديالنا وكان بحال الكوميرسياليزون ديال البرودوي ديالنا داكوغ فوالا مره كنعزلوا المراه النمره اللي عزلناها كنعيطوا لها باش كنربحوا هذا المشموم هو كيختار ولا هي كتختار لمن غادي يهديوه سواء راجل ولا امراه خصهم ضروري انه الشرط الاساسي انهم يكونوا في علاقه مع بعضياتهم. واخا خصني نعطيك السميه والمدينه. اي عطيني السميه والمدينه ورقم التليفون. كاين الشرط وغادي نعطيك السميه ابتسام. اها عادل. اها السميه عادل. اها انا غادي نعطيك نخليك النمره التليفون خليك معايا صافي. لا
بلاش صافي بلاش 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 زوير بلاش انت راك شاطرقه صاحبي بلاش وكضرب في التيفون انت واش انت راه وقفتي مزيان برافو عليك زوير واش انت واش انت هي اللي قال صافي داكشي اللي كاين ابتسام انت ابتسام عادل هي انا اه سيدي راك نجحتي راه زوير عجبتيني عرفتي كنتسول كنتسقسي كنتفهم برافو عليك اخويا والله العظيم برافو عليك معاك مومو عرفتيني اخويا معاك مومو مرحبا خويا مومو بخير خزرك معنا في الماتش ممتاز ابتسام اللي عيطاتنا باش عيطوا لك باش نجربوك هيا دوز عليك هضري معاه هضري معاه ابتسام خير مزيان صافا اني صافا اني كلشي بخير كيفاش كتفضل الصباح صافا زوين والمفاجأة وشكرا لك بزاف ورات مومو اخويا اخويا كاين كاين المشموم دوار د اخويا كاين المشموم كاين كلشي كاين منو كاين كلشي كاين اخويا كلشي كاين شي حاجه تكون زوينه اخويا مومو من عندك الله يحفظك مرحبا اخويا وغادي شوف راه هي راه كتسناك تجي تخطبها في اوت ان شاء الله في اقرب وقت غير مور المشموم نجي نخطب اخويا لا حنا المشموم غنصيفط لك باش ندي معاك الخطوبه مرحبا الله يحفظك اخويا مومو نعرضو عليكم ان شاء الله الله يسهل عمر اخويا بارك الله عليك بالخير حبيبي الله يسهل عليك بالخير بالخير ابتسام بقيتي على خاطرك صافي ارتحيتي صافا صافا شكرا ميرسي بزاف ماما صافا صافا شو صافا سيك نيشان قالت شي كلمه واحده اخرى قالت شي سميه واحده اخرى قالت شي واحد اخر ما قالت حتى شي واحد اخر قال نيشان قال ابتسام بالسميه الكنيه مالك شويتي واش بغيتي هادشي راه طلع صافي شي قال نسيني ان شاء الله يكملكم بالخير ديروا معنا الماتش ممتاز ممكن 05 30 330 330 05 30 330 330